السلام عليكم كل متابعين قناة اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية. النهاردة 6 فبراير من امام شواطئ سيدي بشر. للأسف اللي احنا كنا خايفين منه حصل هبوط لشارع البحر امام شاطئ ادوار خرات بسبب الامواج، ارتفاع الامواج والنحر في شارع البحر، ولكن المحافظة متواجدة من ساعة الهبوط على رأسهم السيد اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية، وجميع القيادات متواجدة بجوار الهبوط، والمحافظة إلى الآن حاليا بيتم التعامل مع هذا الهبوط. زي ما انتم شايفين حصل زي كاردون كده حوالين الهبوط، ورجال المحافظة متواجدين. طبعا ده صور لسيادة المحافظ محمد الشريف، طبعا وقت ما تم تبليغه حضر بسرعة وجميع قيادات المحافظة لمتابعة الهبوط. النهارده الاثنين 6 فبراير اخر ايام نوت الكرم ان شاء الله تعدى على خير باذن الله.
النهاردة الاثنين 6 فبراير آخر أيام نوة الكرم إن شاء الله تعدى على خير بإذن الله. موجودين على شواطئ سيدي بشر النهارده الاثنين 6 فبراير اخر ايام نوة الكرم باذن الله.